اليوم راح أبدأ درس 2.4. طبعاً راح نتعلم كيف نوجد أسرار الدالة ونختبر الفترات، وراح نحل كثيرات حدود. هنا معلمني أن ترى الدالة كثيرة الحدود اللي على هذه الصيغة ممكن تكون أصغر من الصفر، ممكن تكون أكبر من الصفر، ممكن أيضاً تكون أصغر من أو تساوي الصفر وأكبر من أو تساوي الصفر. طيب، وهنا عطيني أمثلة. طيب، عندي في المثال الأول لو كان عندي كثيرة حدود في كمتباينة، طيب كخطوة أولى راح أنقل 30 للطرف الثاني بهذه الطريقة، بعدها حللت إلى قوسين، القوس الأول والقوس الثاني، بعدها أنا أوجدت أصفار الدالة اللي هي -5 و6. عندنا هنا طريقة أني أجي أكتب على خط الأعداد، عندي -5 و6، أفصل بينهم وأجي أخذ عدد مثلا، وليكن هنا هنا أخذها -7، وهنا أخذ لي الصفر. طبعا أخذ عدد في هذه الفترات، يعني هنا أخذت من هنا -7، من هنا 0، ومن هنا راح أخذ 8. طيب، أعوض في الدالة الأصلية اللي هي هذه بدون المتباينة، طيب، وأشوف وش يطلع لي. طبعا لما جيت عوضت -7 هنا طلع لي 26، فأنا قلت إن ترى هذه الفترة موجبة. لما جيت عوضت بالزيرو طلعت معاي نيجاتيف، يعني هذه الفترة سالبة. لما جيت عوضت بالثمانية طلعت معاي بوزيتيف، يعني هذه الفترة الموجبة. لكن أنا راح آخذ الفترة الموجبة، فترتي تقول إن أنا أبغى الموجب الماينس استبعده. فلما أجي أقول الانترفال راح أبدأ من جهة اليسار من ماينس إنفينيتي وصولا إلى -7، فترة مفتوحة، أو تعبر كيونيون، أجي إلى الفترة الموجبة هذه من 8 إلى إنفينيتي. هنا أعطيني ملحوظة إن لا، دائما أخليهم أقواس مفتوحة، ما أضع لي أقواس مغلقة. عندي هنا في التراي أند تشيك نفس الطريقة، راح أنقل 18 للطرف الثاني، عندي إكس تربيع زائد 7X ناقص 18 أصغر من أو تساوي الصفر. بعدها راح أحللها إلى قوسين أصغر من أو تساوي الصفر، عددين حاصل ضربهم -18 حاصل جمعهم 7، اللي هي إكس زائد 9 إكس ناقص 2، يعني عندي أصفار المقام، أو عفوا مش أصفار المقام، أصفار الدالة، إكس تساوي لي -9، إكس تساوي لي موجب 2. أجي أمثلهم على خط الأعداد اللي هي -9 وموجب 2. هنا راح أفترض أعداد، وليكن هنا -10، هنا 1، وهنا 3. لما جيت عوضت -10 في هذه المعادلة طلعت معاي هنا اللي هي الجواب يعطيني راح يعطيني أعطاني الجواب بالماينس، فتحولت هذه المنطقة إلى ماينس. لما جيت عوضت بالواحد أعطتني هنا موجب، لما جيت عوضت بالثلاثة طلعت معاي ماينس. فأنا شخصيا أبحث عن الفترة الموجبة اللي هي هذه من -9 وصولا إلى 2. فأنا لما أجي أخذ حلي راح أخذ الفترة المغلقة من -9 إلى 2. في بعض الأحيان ما ينفع معاي إني أحللها إلى قوسين، فراح ألجأ إلى إني أستخدم القانون العام. فهنا مجرد إني استخدم القانون العام حدد لي الA والB والC، بعدها استنتج لي إن الجواب فيه اللي هو العدد التخيلي I، فعوض لي الX بصفر. فلما جاء عوض لي الX بصفر في هذه المعادلة طلعت معاي إن الواحد أكبر من أو تساوي الصفر، هل هي صحيحة؟ فإذا هي طلعت معاي المعادلة صحيحة، فراح أقول دايركت إن الحل من -infinity إلى infinity اللي هو الـ r.
عندي في الـtry and check أيضا راح أستخدم القانون العام، طبعا ما راح أحلها، راح أطلع أحط الناتج اللي هو واحد موجب أو سالب الـ i جذر 3 على الـ2. طيب لأن هنا طلع معاي عدد تخيلي، راح أعوض الـ x بزيرو اللي هي 0 ماينس 0 أكبر من أو تساوي الماينس 1. هل الزيرو أكبر من أو تساوي الماينس 1؟ صح، لأنها صح فراح يكون معي الجواب من ماينس إنفينيتي إلى إنفينيتي اللي هو الـ r. هنا عاطيني لو كان لما أجي أحلل، طبعا نقلي الأربعة إلى الطرف الثاني، قدر إني أحللها إلى قوسين، ولكن اكتشفت إن لما حللت إلى قوسين طلعت الأصفار متشابهة اللي هي 2، يعني دبل زيرو. طيب مجرد إني راح أحط هنا الـ2 وراح أخذ مثلا هنا ماينس 1 وهنا 3، لما أخذ لي طبعا هنا أخذ لي 1 وهنا أخذ لي 3، فطلعت معاي جميعها موجبة. ولكن أنتبه، ما أروح دايركت أقول إنها ترى من الـ r جميع الأعداد، لا، هنا حط لي إياها من ماينس إنفينيتي وصولا إلى الـ2 مفتوحة، يونيون من الـ2 مفتوحة إلى الإنفينيتي، يعني الـ2 مش معاي، لازم أنتبه.